شباب عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه تيتي بموبايل. طبعا انا فكرت كتير اعملك ايه وقعدت كده النهارده عملت اكتر من اليوم امبارح. طبعا انا بشوفك كل يوم ان شاء الله. طبعا النهارده هنلعب فيفا موبايل. طبعا قبل ما نبدا وتسيبوا بلايك واشتركوا في القناه. يلا خلينا نشوف تشكيلتي بالصوت. التشكيل بتاعتي دي عايزكوا تقيموها لي كام من 10 تحت بالتعليق. طبعا دي دكة واحدة اولا باص دي دكة ثانية ده ممكن ده اس تي اصلا. طب ثانية لو وقفت هنا اما لو وقفت مراته انا هحط مراته هنا. طبعا دي تشكيلة قيمة في التعليقات من 10 وفي حد احداث كتير. خلينا نخش نلعب مباريات اونلاين. خلينا نخش قول الله اللاعب الجنر الارسنال. تمام يلا نخش يلا نشوف التشكيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا تشكيلتي ماشي عارفينها. انا المركز الوحيد اللي حارس والدفاع يعني مش حلو قوي بس يلا. دي الكرات يبدأ اول الكرات ملعوبة في نص الميدان بس كرة خطيرة. الواد ما يهزرش. مقطوعة هولند 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 الكرة يوزع مقطوعة لتاني مرة وترد بقى مرتدة يبص الكرة بعيدة أخيرا تظبط وتروح نهاية الطرف بس بلينجهام العالمي بابا 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 كابتن الفرقة على طول. بص 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 العرضية وبص الرسول الله كرة هنا خطيرة. يستنى هلعب لي ده يلا هالاند النرويجي لمراتا باكولا كان تسلل وده احتسل بس انا عوض كرة والمطالبة بفاول وفاول هذا الفاول بتاعي يا جماعة كلكم. تسويبة بعيدة اخر كرة قبل نهاية الشوط الاول وانت الشوط الاول اخر الهجمات وانت الشوط الاول ومع الشوط التاني زي ما كرة للنرويجي وجون تاني لكن تسلل كرة زيزو كرة خطيرة يتقدم كرة خطيرة مكلينا يباص الكرة والنرويج بلينجهام كرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة هو يواصل يمشي بالكرة والركنية الأولى في اللقاء لصالح وتبديل الأول كرة يوسع كرة خطيرة خطيرة قوي خطيرة وتسلل خربتهم من التسللات. يلعب الكرة من التسلل كرة والثالث التالت التالت التالت
اللحظات ده وانتهت المباراة. هارد لك ليه 3-0. وطبعا طبعا شباب نطلع الدرفة وفيديو فيسبوك، لايك واشترك في القناة، ويلا سلام.